اليوم تمر شبه الأيام الخامسة. احتفى مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بعشيقة بالكاتب الأستاذ شمدين باراني، وأقيم حفلا لتوقيع كتاب مقالات ناعمة في الحب والحياة والجمال. وبصدور هذا الكتاب يعتبر المولود الثالث للكاتب شمدين باراني بعد كتاب حكايات شمدين وتأملات شمدين. مناسبة الذكرى الخامسة لدخول أوباش العصر داعش الإجرامي إلى بلدتنا، بلدة الزيتون بعشيقة، قمنا اليوم بفعالية الأولى هي توقيع كتاب للأستاذ الباحث الأستاذ الفاضل شمدين الباراني بعنوان تأملات في الحب والحياة. وأيضا لدينا فقرة أخرى هي تكريم للطلبة، طلبة المتفوقين على المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019. الفعالية التي حضرها نخبة من المثقفين والكتاب أبدوا آراءهم بمحتوى الكتاب وما جاء في متنه من أفكار وآراء قيمة تصب في معنى فلسفة الحب والحياة والجمال. المقالات الناعمة أستطيع أن أقول هو بحث عن الجمال بنوعيه الحسي والمادي، وكما ذكرت في مقدمة الكتاب فإني كتبت وعملت في هذا الكتاب بشكل بحيث يستطيع يقرأه أغلب القراء ولا يعاني الصعوبة التي حصلت في قراءة كتابي الثاني وهو التأملات من الناحية الفلسفية والأخرى، وكنت أستطيع أن أسميه بحث عن الجمال، ولكني بعد ذلك قررت أن أسميه مقالات. جرى الاعتراف بعض الأصدقاء على المقالات باعتبارها كلمة جافة تدل أيضا على شيء جاف، فأضفت لها كلمة ناعمة، ثم أضفت للعنوان مقالات في الحب والحياة والجمال. ويعتبر الكاتب شمدين باراني واحد من الكتاب الإيزيديين البارزين الذين كرسوا أنفسهم للكتابة والعمل في مجال الصحافة منذ سبعينيات القرن الماضي، وواحد عمالقة الأدب والتأليف الإيزيدي، ويكتب في المجالات الأدبية والفلسفية والدينية. تجمعنا اليوم لمناقشة كتاب الأستاذ شمدين باراني مقالات ناعمة في الحب والجمال والحياة هو تأكيد لهذا القول. اليوم كانت مناقشة للكتاب في تفاصيل الكتاب الذي يقع في أكثر من 650 صفحة وبغلاف أنيق وبطباعة راقية. إنه الكتاب الثالث للأستاذ شمدين باراني بعد كتاب تأملات شمدين وحكايات شمدين، هذا هو المولود الثالث للمؤلف والباحث الباراني. إن اشتغال الباراني في هذا المجال يعتبر من الأعمال الرائدة في مجال الكتابة حول فلسفة الأدب والحياة والحب والجمال، وتميز بأفكاره الخلاقة وتحليله الفذ لمواضيع فلسفية عديدة تناولها في متن كتابه. نصر حاجي لإيزيدي 24 بعشيقة وبحزانة.